عندنا أسباب نفسية ذاتية. يعني إيه؟ يعني أسباب خاصة بالشخص. في واحدة بتكلم في نفس اللحظة 10 في نفس الوقت، وفي واحد في نفس التوقيت بيكلم 20 في نفس اللحظة. ما بفهمهمش أنا الناس دي، يعني هفهمهم لك دلوقتي. يعني ايه واحده بتكلم 10 بني ادمين وواحد بيكلم 20 في نفس التوقيت؟ خدي بالك ان هي مش بس بتكلمهم ازيك اهلا وسهلا، دي بتعمل حاجه اسمها الشاتنج سكس. يعني ايه الشاتنج سكس؟ يعني الشات الجنسي او جنس الشات. اوكي. انها توصلهم فعلا لان هم يعدوا مرحله معينه من الاثاره والاستثاره فيتعلقوا بيها جدا. احد الناس اللي انا شفتها يا مها جات لي باجنده قد كده وكم من الفلاش ميموريز. ايه دول؟ قالت لي دي مكالمات انا مسجلاها لمجموعه كبيره من الرجاله، من اهم الشخصيات اللي ممكن تعرف عنها موجوده على الفلاش ميموريز دي. والاجنده فيها اساميهم وانا وصلتهم لايه والشات اللي هم كانوا بيكتبوه، وهتلاقي شورت سكرينز من دول كمان. فقلت لها انت جايبه لي دول ليه؟ قالت لي علشان خاطر انا ما كنتش مقتنعه ابدا ان في راجل ممكن اقدر اتعامل معاه الا بهذه الكيفيه. قلت لها طب وليه عملت كده؟ يعني اي نوع من هي لازم توقعه في شر فعله زي ما هي عملت كده، شر فعله. تمام. فقلت لها وجايه برضو بتقولي لنا الكلام ده ليه؟ قالت لي عشان انا بقالي اكتر من سنه ببعت لك مسجز على الفيس وانت كل ردك لما بترد بتقولي من فضلك روح الدكتور. طبعا انا مش هفتكرها لان ده بيحصل كتير جدا على مدار الايام. ده نوع من انواع اضطرابات الشخصيه اسمه البيرسوناليتي ديس اوردر، تحديدا البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، اضطراب الشخصيه البينيه. ان هي بتلاقي فيها كل حاجه والنقيض، ان عايزه تهتم جدا باللي حواليها واللي حواليها يهتموا بيها جدا، ولو اهتموا بيها جدا ما تسالش فيهم، ولو سابوها بدون اهتمام تبقى متضايقه منهم. الرغبه في ان هي تثبت ذاتها عند كل واحد بتكسره وتهينه وتجيبه تحتيها، الرغبه في انها دايما تتحكم في كل اللي حواليها وانها تعرف اكبر عدد من الرجاله وتثبت ان هم مجرد ذكور وانهم خونه وخاينين ووحشين وضالين ومضلين وفسده وفاسدين ومش هينفعوا ولا هيفيدوها ولا هيفيدوا الناس ولا هيفيدوا البلد ولا بيفيدوا مناصبهم ولا بيفيدوا الناس اللي حواليهم. نفس بعد القصه دي مش هتخرج من هنا انا. خلي بالك يعني نفس الموضوع اللي ممكن يحصل عند كتير من الرجاله. تمام. ان هو يبقى عايز يثبت لنفسه حاجه معينه، الستات ان كل كلها الستات خائنات ضلات مضلات فسده فاسدات ما بيعملوش اي حاجه. تمام. يجي لي ويقول لي يا دكتور انا مش هتجوز. يا حبيبي في ناس كتيره ممكن تكون كويسه، تعالى وريني مين في دول، ويطلع لك شورت سكرينز لناس كتيره جدا بيكلمهم كل يوم وبيعمل معاهم تليفون سكس او شاتنج سكس ويمارس هذا السكس. خدي بالك ازاي هيمارس سكس من غير ما يشوفها، ما ده احنا قلنا عليه قبل كده. تمام. ان الجنس غير التناسل، والتناسل ده سيكشوال انتركورس. طيب. اما الجنس ده ايه؟